والانجازات اللي تم التحقيق ديالها داخل اقليم الدريوش، وكذلك ختمناه بواحد العرض اللي طرو احد الاخصائيين هو تابع للتعاون الوطني اللي شرح الاهميه ديال الاخصائيين والاهتمام بالعنصر البشري في المراكز ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. اذا اقليم الدريوش ولله الحمد في هذا اليوم العالمي كنبغي نطمئن الاسر في الاقليم ديال الدريوش بانه جماعه تفرسيت وهذا المركز اللي راه اقليمي 100% اللي غادي يقدم مجموعه ديال الخدمات لجميع الفئات اللي هي في وضعيه اعاقه باقليم ديال الدريوش. كاين خدمات اللي هي طبيه، وكاين خدمات اللي هي ديال التربيه الخاصه، وكذلك كاين خدمات اللي كتتعلق بالسباحه والتكوين المهني. اذا المركز مفتوح في جميع الوجه ديال الاشخاص اللي هم في وضعيه اعاقه ولا الاسر ديالهم. وهذا المركز هدف تفرسيت هو نواه المراكز اللي غادي تفتحوا ان شاء الله في الاقليم وفي الجماعات المجاوره، واللي ان شاء الله غادي يكون مركز ديال تفرسيت نموذجيا من ناحيه ديال لا من المعدات لا التجهيزات ولا من ناحيه ديال الطريقه ديال التسيير باش تعمم الفكره على جميع المناطق ديال الدريوش. وشكرا لاصوات الدريوش على التغطيه ديالو.